السلام عليكم. احنا بدينا التحضيرات هذه موسم جديد ان شاء الله بربي، ان شاء الله بريمير ماتش خت باقي له 20 جور والله ذاك ان شاء الله. انا بدينا في 5 لي جوار، بغدوه ان شاء الله يزيدوا يجيو لي جوار، و بربي ان شاء الله من 3 والله يتلم لي جروب وكل ان شاء الله. ان شاء الله بربي ان شاء الله احنا نخدموا قد ما نقدروا ان شاء الله في اخر ان شاء الله مع اليوسف. نظن احنا اخذنا وقت الراحه تاعنا اللي طلب من المدرب، احنا ان شاء الله اليوم ريبرونينا ان شاء الله باه نكونوا واجدين ان شاء الله الموعد تاع اتحاد العاصمه تاع لا تشامبيونز ليغ. ان شاء الله يزيدوا يلتحقوا الزملاء ان شاء الله باه تكون التحضيرات في المستوى، ان شاء الله باه نكونوا واجدين ونكونوا مستعدين ان شاء الله للمواجهه هذيك ان شاء الله. بطبيعه الحال وين بدينا ثاني هنا في الباز، الحمد لله ان شاء الله تكون نفس النهايه، لما لا ان شاء الله باه نزيدوا نحققوا الالقاب. احنا ان شاء الله نستناو الزملاء ان شاء الله باه يلتحقوا ان شاء الله باه نخدموا مليح ان شاء الله ونكونوا واجدين ان شاء الله. تكونوا واجدين يعني الفتره يعني 20 يوم يعني تكونوا واجدين امام اتحاد العاصمه؟ نظن كي احنا كاتحاد العاصمه كي مولوديه العلمه راح نعانيو كامل من نقص تحضيرات، مي سما راح نكونوا كامل في نفس المستوى ان شاء الله بالخدمه تاع ان شاء الله مع المحضر تاعنا فارس ان شاء الله، اللي ان شاء الله يديرنا بروغرام مليح ان شاء الله باه نكونوا واجدين ان شاء الله. التحضيرات الإدارة قالت لنا لسات جوان تنطلق التحضيرات، الحمد لله ربي وفقنا وين حضرنا اليوم لا روبريز الحمد لله. كما يقول لك ما هو غير رانا خدامين، رانا هذا واجب علينا اليوم، قدرنا ربي كنا في التحضيرات رانا حاضرين، الصحة كاينة الحمد لله. إن شاء الله حتى التحضيرات يجريو بصفة عادية، وإن شاء الله اللاعبين اللي مازال عندهم ايام راحه اضافيه ان شاء الله يلتحقوا، وان شاء الله كما يقولك التحضيرات ان شاء الله يكونوا عاديين ان شاء الله. لا واش نقول لك، راه عندنا المدرب، عندنا محضر البدني، دوك هو اللي راح يسطر برنامج باش اللاعبين يكونوا جاهزين ان شاء الله. والله الحمد لله كشفت الاجواء نفسها، المدرب هو محضر البدني، اللاعبين الاجواء راهي كما يقول لك عائليه الحمد لله. ان شاء الله ربي يبقي ان شاء الله السر ان شاء الله. واش راه نقول لك، ما راك تشوف لين بدينا تحضيرات لاكوب دافريك، مازال ما كملش تعداد كامل، المهم في الواجب هذا يكمل تعداد ونكونوا بري ان شاء الله. واش راه نقول لك، الموسم الفارط ما لعبش، واش راه نقول لك، نتمنوا نلعبوا العام هذا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نقولوا هي بدايه محتشمه، ما يحتاجش العام اللي فات يعني لعبنا 49 مقابله، 54 مقابله في المقابلات الوديه، سما اون بلوس بوزوان دو ريكوبيراسيون، الفريق واللاعبين محتاجين للراحه. هذه الخمس لاعبين اللي جاوا اليوم، غدوه ان شاء الله يكونوا 7 لاعبين، وان شاء الله بارتيغ دو 10 10 جوان ان شاء الله التعداد يكون متكامل، لان اللاعبين اللي لعبوا اللي راحوا مقابله قسنطينه يجيو اليوم وغدوه، واللاعبين اللي لعبوا الاخير مع مولوديه وهران ان شاء الله يدخلوا لو 10 ان شاء الله لو 10 جوان الفريق يكون مكتمل والجميع يكون هنا ان شاء الله. فارس بصفتك يعني محضر البدني، يعني اسكو تشوف بلي فتره 20 يوم قبل موعد الجوله الاولى امام اتحاد العاصمه يعني راح يكفيكم يعني باش تجهزوا الفريق كما يلزم؟ هي من ناحية العلمية، من ناحية فيزيولوجية، هي يعني بور اتلا صبر صبا يكون 100%، ما يكونوش الله بالمية، فيها دي ميثود، فيها طريقة التدريب وطريقة، إن شاء الله في مدة 20 يوم اللاعب إن شاء الله يكون بري بور لو ماتش، يكون بري يعني 100% من قوته البدنية والنفسية والتقنية والتكتيكية، هو غير كافي، هي فيها تقنيات إن شاء الله نسيوها. ما يحفظش تحضير بدني ثم 4 إلى 5 أسابيع، الإيديال كما يقولوا الأحسن هي 6 أسابيع، ما إن شاء الله عندنا طريقة وإن شاء الله في 20 يوم نكون محاضرين بوكو بلوس للمقابلة. لا كالعادة احنا دائما صحيح البداية تاع تربص مثل الموسم اللي فات، يعني دائما يكون فيها يعني لاعبين متأخرين، ولكن لازم نبداو، احنا لازم علينا نبداو بخمس لاعبين ست لاعبين مش مشكل حتى تلتحق المجموعه، نظن لانه نهايه الموسم الفارط يعني ما كانتش مبرمجه كما ينبغي، لانه كان فيه لقاء شباب قسنطينه ونسرحنا مجموعه وخلينا مجموعه حتى لمباراه مولوديه وهران. كاين عندنا خذيريه في الفريق الوطني، بوشار في الفريق الوطني مع ام قران، نظن هذا هو الشيء اللي خلى، ولكن لازم تكون البدايه ولو حتى بلاعب وبلاعبين
ماهوش مشكل. حنا اليوم بدينا رسميا التربص، بديناه اليوم، غدوه ننتظروا بعض اللاعبين اللي رايحين يلحقوا ان شاء الله من العطله اللي كانوا فيها، ونبداو يعني رسميا نقدر نقول بعد يومين ان شاء الله تبدا يعني التحضيرات مع كل مجموعه بحول الله. لا مش كافيه لتحضير موسم، لانه ماناش نحضروا الا في مباراه، راح نحضروا موسم كامل واللي راح يكون هو طويل ايضا، اللي راح تبدا مباراته يوم 27. لكن نحاول انه نلحق على الاقل نسبه معينه من التحضير يوم مباراه اتحاد العاصمه، باه نكونوا على الاقل في فورمه اللي تخلينا يعني، خاصه انه نلعبوا حنا يعني هنا في سطيف وارضيه ميداننا، تخلينا هذه التحضيرات ان شاء الله من اليوم، بدءا من اليوم حتى اليوم 27، تخلينا على الاقل نقدروا ناخذوا مباراه، نكونوا يعني ولو ما نكونوش 100%، ولكن نكونوا على احسن استعداد لاداء مباراه كره قدم للفوز بها بطبيعه الحال. لا غير وليد شني اللي التحق نظن رسميا مع وفاق سطيف اليوم، وكاين لاعب الامل ايضا طوبال نظن اللي كان في فولهام. احنا على الاقل ما عندناش انتدابات كبيره راح نقوموا بها، لانه ما عندناش المناصب كبيره وعديده في يعني باه ننتدبوا العديد من اللاعبين. احنا قلنا او يعني منذ البدايه 4 إلى 5 لاعبين، وهذا واش اللي راح نقوموا به، لانه بوشار راح يتحسب مع تعداد الاكابر، فلذا تبقى 4 مناصب فقط لي يعني في منصب الاكابر. راح نشوفوا مدافع ايسر بطبيعه الحال نظن في اليومين الجايين ان شاء الله، راح نحسم ورقه من الاوراق اللي عندنا تاع مدافع ايسر، اذا امكن ايضا مدافع اخر يلعب على الجهه اليمنى وحتى في المحور الدفاعي، ويقدر يكون اذا قدرنا نلقاو وسط هجومي ايضا لما لا. ولكن اظن التعداد خاصه في الهجوم عندنا يعني لاعبين كثير في الهجوم، وفي وسط الميدان ايضا عندنا العديد من اللاعبين، تبقى هذه المناصب فقط يعني اللي هي خاصه مدافع ايسر نظن الحاجه الاولى بالنسبه للفريق. صح.